يخلق من الشبه 40. الرئيس حسني مبارك ظهر من تاني بس في الهند. يا ترى ايه الحكاية؟ فيديو انتشر للرئيس حسني مبارك قلب كيان السوشيال ميديا كلها الساعات اللي فاتت، وده بعد ما الكل اتفاجئ بوجود مغني هندي شبيه الرئيس حسني مبارك في برنامج انديان ايدل، اللي خطف عيون المصريين بسبب الشبه الشديد بينه وبين الرئيس الراحل حسني مبارك من حيث الملامح الهادية ونضارته السودة وطريقة كلامه وشعره حتى حركات ايده. ومن كتر الشبه اللي بينهم واللي يجنن العقل يخليك تقول بينك وبين نفسك معقولة؟ ده فولة واتقسمت نصين. الفيديو ده تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وفي اللي قاعد يدعي للرئيس حسني مبارك ويقول الله يرحمك يا ريس، وفي اللي ما بقاش قادر يصدق وجه الشبه الكبير ده كله وقاعد يقول الرئيس حسني وصل الهند. بالمناسبة بقى، اللي ظهر في الفيديو ده وهو شبيه الرئيس حسني مبارك اسمه أبهاجك بهاتاشاريا، مغني مشهور كان في فريق الحكام في برنامج انديان ايدل اللي بيعرض مواهب غنائية جديدة، وانتشر له الفيديو وهو بيساعد بنت انها تغني بالطريقة الصح. أبهاجك بهاتاشاريا ده يا سيدي اتولد في عيلة بنجالية من الطبقة المتوسطة، يعني تقدر تقول كده لا هو غني ولا هو فقير. ومن وهو صغير كان بيقعد يدندن مع نفسه، والكل كان معجب بصوته، وهو بالذات كان بيحب صوته ومؤمن بموهبته، لكن أهله تحديداً أبوه وأمه فضلوا معارضين إن ابنهم يغني وعايزينه ياخد شهادة كويسة ويشتغل موظف قد الدنيا بدل الغنى اللي مش هيأكله عيش في المستقبل. لكن هو أصر إن لازم يغني وكسر كلمة أبوه، ولما كبر وشد حيله راح مومباي سنة 1981 علشان يدخل الجامعة ويدرس المحاسبة القانونية. هناك حلم الغنى بقى شاغل باله، وقرر إنه هيتخرج ومش هيشتغل محاسب وهيمارس الغنى ويحقق حلمه. وفعلاً مع مرور الأيام فضل يحاول أبهاجك بهاتاشاريا شمال ويمين لحد ما تعرف في الهند، وبقى مشهور ومعروف بصوته الرخيم وأسلوبه الغنائي المتنوع، وده بسبب قدرته على إظهاره للمشاعر في غناه الواضح، وخصوصاً بقى في الأغاني الرومانسية للحبيبة. وعلى مر السنين قدم صوته لمجموعة متنوعة من الأغاني، وده خلاه يتربع على عرش الأغنية الهندية الرومانسية. اللي ما تعرفوش بقى إن أبهاجك إدى صوته لكتير من النجوم، يعني كان بيغني الأغنية وحد تاني من النجوم يطلع في فيلم كأنه هو اللي بيغنيها، وأشهرهم شاروخان. وعلى الرغم إنهم ما اشتغلوش مع بعض من سنة 2009، إلا إن تعاونهم خلى فيه كتير من الأغاني لحد النهاردة كل الشعب الهندي بيرددها، وخصوصاً الشباب في المناسبات زي عيد الحب. أبهاجك بهاتاشاريا يعتبر واحد من أهم فنانين الهند اللي حافظوا على التراث الهندي، وتعرف كمان كشاعر في الأغاني الرومانسية، وطول مسيرته المهنية قدر يكون شخصية مؤثرة في صناعة الموسيقى الهندية، وساب بصمة سواء بتأليفه أو بألحانه أو غناءه الأغاني اللي كلها حب. قولوا لنا بقى، هل أبهاجك بهاتاشاريا شبه فعلاً الرئيس حسني مبارك؟ وما تنسوش تتابعونا علشان يوصلكم كل جديد.